مساء الخير على كل مشاهدي سي بي سي 2. مساء الخير يا رمضان وفقرة المسابقات. يا رب تكون عجبتكم الحلقة امبارح ونفضل معاكم كل يوم في رمضان نبسطكم ونعمل لكم مسابقات وجوائز. مساء الخير يا باسم. مساء الفل يا سالي ومساء الفل على كل مشاهدينا. الحمد لله تاني ايام رمضان النهارده في مساء الخير يا رمضان على شاشة السي بي سي 2. ان شاء الله هنبقى معاكم والنهارده هيبقى فيه مسابقة جديدة وسؤال جديد اكيد عن مسلسل من مسلسلات رمضان اللي كلنا بنستمتع بيها وبنتفرج عليها خلال ايام رمضان. النهارده ايه المسلسل بتاعنا؟ نقول كده على طول ولا نحاول نقول مين الفايز؟ نقول مين الفايز الاول. احنا وعدنا ناس امبارح اللي احنا اول حلقه النهارده هنكون على طول بنقول مين اللي هيكون فايز او مين اللي كسب معانا في حلقه امبارح وكسب ايه، كسب ميني ايباد. فما تيجي ما نحنسهمش اكتر من كده. امبارح السؤال المفروض كانت الاجابه رقم 2 عشان الناس اللي كانت بتسال. الاجابه رقم 2 احنا مش مطلوب منكم اي حاجه غير انكم تكتبوا 1 أو 2 أو 3 الاجابه الصح وبتبعتوها على الارقام، بتبعتوها على 95 181 ده رقم الاس ام اس، او بتكلمونا عن طريق الموبايل 2205 او اي تليفون ارضي 0900 99 55. اللي كسبت امبارح هي بنوته. بنوته بنت، انا مبسوطة عشان كده يعني بكل حاجة. يعني بنات ستات انا بحب كده جدا. امنية امجد هي اللي كسبت معانا امبارح، كسبت الميني ايباد. مبروك يا امنية. مبروك يا امنية. ولكل الناس اللي ما كسبوش امبارح ما تقلقوش، لسه في 29 سؤال وال 29 يوم في رمضان هيكون فرص الفوز كتير جدا معانا في مساء الخير يا رمضان على شاشة السي بي سي 2. بس عايز اقول حاجة بقى باسم، امبارح حسين منصور انت بعت رسائل كتيره جدا، بعت الاجابه غلط، انت بعت الاجابه رقم 3، هي المفروض كانت الاجابه رقم 2. فبعد كده اللي يبعت ما يكتبش حاجه في الرساله، بليز ما تكتبوش اي حاجه في الاس ام اس، اكتب بس رقم 1 أو 2 أو 3 عشان الكمبيوتر ياخد اجابتك. طيب احنا امنيه امجد اللي كسبت معانا امبارح موجوده دلوقتي حالا معانا على التليفون. مساء الفل يا امنيه. الو، ازيك؟ الحمد لله. رمضان كريم عليك يا امنيه. الله اكبر. اخبارك ايه؟ انت عرفتي ان انت اللي كسبتي ولا لسه ما تعرفيش؟ ايوه عارف. أيوة. طب انت مش مبسوطه ليه؟ نعم. انت مش مبسوطه ليه؟ لا مبسوطه اكيد. طب امال مالك؟ انت عندك كام سنه يا امنيه؟ عندي 12. 12 يخلص. هتعملي ايه بالميني ايباد؟ نعم. هتستخدمي الميني ايباد في ايه؟ مذاكره ولا لعب ولا ايه؟ عادي. مالك يا امنيه؟ انت شكلك زعلانه من حاجه، في حد مزعلك بجد؟ لا انا بس مخدوده. انت مخدوده؟ مخدوده. مكسوفه؟ طب امنيه كنت متوقعه ان انت تكسبي معانا النهارده؟ لا خالص خالص. يعني كنت بتبعتي الاجابه وانت مش عارفه اذا كانت الاجابه صح ولا غلط، مش متاكده منها. طب انت لما كسبتي قلتي لمين اول حد؟ اختي. اختك. طب وايه، مش فرحانه هي كمان؟ لا فرحانين. بس خلاص بقى ما تبقيش مكسوفه، احنا على الهوا عادي اهو بنتكلم عادي. اوكي يا حبيبتي. زميلتك انت حاسه ان انت بتتكلمي بقى مع مذيعين وبرنامج ولا بتتكلمي مع ناس صحابك؟ اوكي. ميرسي. طيب. يا امنيه ومبروك يا حبيبتي. قوي. امنيه مكسوفه جدا. جدا 12 سنه، خلي بالك لسه صغننه والهوا طيب امنيه الف مبروك كمان مره، وتابعي مع كنترول روم علشان تعرفي هتستلمي جايزتك ازاي. وعايزين نفكر كمان الناس ان امنيه كسبت ايباد ميني وهيبقى فيه ايباد ميني النهارده كمان. لواحد من اللي بيشاهدونا دلوقتي حالا او بيشوفونا دلوقتي حالا. بيشوفونا دلوقتي حالا. العظيم يا رب. ماشي. اللي بيشوفونا. طيب عامة مبروك للي كسبت أمنية، ولكل الناس اللي ما كسبوش خليكم فاكرين لسه في 29 هدية في 29 يوم في رمضان. تعالي نفكر الناس كمان مرة بأرقامنا عشان يبقوا جاهزين أول ما نقول السؤال. يلا قول. أوكي. تقدروا تبعتوا لنا الإجابة على رقم الإس إم إس 95 181، بس خلي بالكم ما تبعتولناش الإجابة نفسها، ابعتوا لنا رقم الإجابة. هيبقى في 3 اختيارات. اختاروا الاختيار اللي أنتوا شايفينه الأنسب وابعتوه لنا على 95 181. لكن تقدروا تكلمونا على التليفون كمان. ممكن يكلمونا من التليفون الارضي على 0900 99 55، وهتلاقوها كلها مكتوبه تحت على الشاشه. ممكن كمان تكلمونا من اي موبايل على 2205. نبدا بقى في سؤال النهارده. يلا بقى. يلا. انا يلا متحمس بقى. انا متحمس ليه؟ لان هو من مسلسل الكبير قوي. الجزء الرابع. حزلقوم. حزلقوم حزلقوم ده جميل. حزلقوم على فكره
انت استنى تعالى انا لخبطني انت لخبطتني عشان احنا قاعدين من الصبح. انا لازم اشرح للمشاهدين انا لازم اشرح للمشاهدين قبل الهوا كنت عمال بقولها حزلقوم حزلقوم كنت بقولها حزلقوم أيوه. وبعد كده اكتشفنا او مش اكتشفنا انا كنت بقولها غلط ومنى كل شويه تصلح لي تقولي باسم اسمه حزلقوم. ايوه احنا قاعدين بنراجع حزلقوم ايه حزلقوم احنا عمالين نلخبط على فكره. اخر كلام اخر كلام خلاص منى حزلقوم يا سيد حزلقوم. طب انا قلت كده خلاص حزلقوم يبقى انا حزلقوم حزلقوم. اه انا طيبه النهارده مش عارفه ليه انا النهارده مستكينه النهارده عمال يحصل لي حاجات غريبه كده. لا منك لا لا ما انا بص لما بيحصل لي كذا حاجه كده تلاقي كذا حاجه بتتلخبط وبتلاقيني اتهديت كده. اخر كلام حزلقوم اتهديت حزلقوم. يلا بينا. طيب يلا. سؤال حلقتنا النهارده بيقول ايه اللي هيحصل لحزلقوم بعد ما كان سبب في موت نواف. كمان مره ايه اللي هيحصل لحزلقوم بعد ما كان سبب في موت نواف. هديكوا وسائل المساعده على طول هديكوا الثلاث اختيارات. حاضر يا منى هديكوا الثلاث اختيارات من اول الحلقه عشان تبداوا معانا من دلوقتي. اول اختيار هو ان ولاده هيجوا يدوروا عليه عشان ياخدوا منجم الفحم منه اللي هو نواف الدهوله. نمره 2 ان هو هيتسجن شويه ويطلع بعد فتره. نمره 3 ان هو هيروح تنزانيا عشان ياخد المنجم الفحم هناك يستلم بقى النواف جابها له. طيب تعالي نفكرهم بالحلقه كده من شويه من لقطات من اول او تاني حلقه من مسلسل الكبير قوي طبعا بطوله الفنان احمد مكي ودنيا سمير غانم. يلا بينا. انا حزلقوم. شو حزلقوم؟ شو على فكره شو كمان وهكتب عليكي حالا. ايه ده يا عم وانت هتقوم على عمها خطيبك ده مات هم انا في المستشفى. ايوه امه اقتلي يا ايدي. لا يا عم ده مش هم يا عم ده سبايدر مان ولا سبايدر مان احمر باين. ايوه ايه ده عرق السويد هم زطولك المسانة في الكمبيوتر. وظف حار اسود سبحان الله. ايه شاي تحفه تحفه. انت جاي تروش يا عم انت ما تشوف شغلك. انت طيب قوي يا بابا نواف وانا حبيتك وانا بحبك كمان. ربنا يوفقك دايما ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة. انا حصلي وادعي لك ان شاء الله. ده راجل طيب خالص عايز اعمل معاه ايه ولا هفتح له التكييف عشان ما يصليش وهو مفرغ. يا رب يا رب اكرم حزل. لا وبلو فارس وين. زي ما شفنا سؤال حلقتنا النهارده بيقول ايه اللي هيحصل لحزلقوم بعد ما كان سبب في موت نواف. عندنا ثلاث اختيارات وسالي النهارده عشان قلبها طيب فهي قررت ان هي تقول الاختيارات من الاول خالص. نبدا من بدري بقى بالاختيارات. يلا نفكرهم بيها. يلا بينا. يلا اول اختيار هو ان ولاد نواف هيدوروا على حزلقوم عشان ياخدوا منجم الفحم. تاني اختيار هو ان هو هيتسجن شويه او هيتسجن لفتره ويطلع تاني. ثالث اختيار هو ان هو هيسافر تنزانيا عشان ياخد منجم الفحم ويستلم بقى الهديه اللي بابا نواف جابها له. عامه المشاهدين شغالين على عينه من اول البرنامج. معانا تليفون من احمد. مساء الفل يا احمد. مساء النور يا باسم. ايه الاخبار عامل ايه؟ الحمد لله تمام. رمضان كريم عليك وكل سنه وانت طيب. والله الله اكرم. انا عايز اسلم على القمر بتاع الاذاعه ودلوقتي التلفزيون سالي. ميرسي يا احمد ربنا يخليك. ازيك يا سالي؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مشتيلة لون برضه يعني. نعم. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. والله منوره التلفزيون. ربنا يخليك من ذوقك. ميرسي يا احمد من ذوقك. عرفت ايه الاجابه الصح؟ الاجابه الصح رقم 3 تقريبا. رقم 3 اللي هي انهي واحده يا احمد؟ يستحق التفكير. هيروح يسافر و هيسافر تنزانيا يعني. هيسافر تنزانيا. طب احمد تنزانيا دي فين؟
تنزلي ليفن بعد باب اللوق. ماشي جنب الدرب الاحمر. ماشي يا احمد. طب احمد انت ليه اخترت الاجابه الثالثه؟ اشمعنى حاسس ان هي دي الاجابه الصح اللي هتحصل في الحلقه الجايه؟ توقع والله. اصل توقع ما تعرفش ليه او ازاي اخترت. يعني ما كانش في اي حاجه باني عليها اجابتك للسؤال؟ لا 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 بس من تسلسل الاحداث يعني مثال تتراب ببص على طبعا. جدع يا احمد. ماشي بس احنا مش هنقول لك اني اجابه بس جدع. ميرسي يا احمد وكلمنا دايما. باي باي. طيب عايزين نفكر الناس معانا. معانا حد؟ اه بليز. اوكي. الو 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 يا ندى ازيك؟ الو الو ايوه هاي حبيبتي ازيك يا ندى عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الاجابه الصح يا ندى؟ رقم 3. اللي هي ايه؟ بتاع ده حزلقوم هيسافر تنزانيا. طب اشمعنى اشمعنى الاجابه دي؟ اشمعنى اخترتي الاجابه دي؟ عشان خاطر هو هيبقى معاه فلوس كتير بعد كده وهيرجع تاني للكبير قوي هيحل لهم مشاكلهم. طب مش حاسه ان ممكن مثلا ولاد نواف مثلا يحاولوا ياخدوا منه الورث؟ يحاولوا اللي هم يقفوا كده في طريقه، يحاولوا يبوظوا له المواضيع؟ ممكن. مش ممكن يتسجن طيب؟ شويه ويطلع تاني يعني. ما هو بصي فاكره الجزء الثالث خفوه فجاه ورجع تاني. طب ما هو ممكن يختفي تاني ويرجع بعد شويه. ودي جريمه قتل خلي بالك، ده وقع النجفه يعني موتة شنيعه. ايه رايك يا ندى؟ ممكن برضو. لا يا ندى احنا بنحاول نتوهك. انت قولي متمسكه باني اجابه؟ اخر واحده يعني اخر اجابه انت اللي تقوليها. ها يعني انا مع متلخبطه ما بين. انا غششتك وانا مش واخده بالي على فكره يعني متلخبطه. ممكن الاولى بس انا متاكده ان هي ممكن تكون الثالثه. يعني انت متاكده ان هي الثالثه؟ اخر كلام يا ندى. اخر كلام الثالث. اخر كلام الثالث. اوكي ميرسي ليكي يا ندى. مش هيكمل دلوقتي، هتعرفي بكره. باي باي حبيبتي. باي باي. انت ايه حاسه انهي اجابه هي الصح؟ اما انا لو قلت بص ما هو الناس بتمشي ورايا. هو انت عارف الاجابه صح ومش قايلاني؟ لا ما هو اقول لك على حاجه، انت توهت امبارح الناس صح؟ يعني انت توهت امبارح الناس وحسين منصور يا حرام قعد يبعت 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 وفي الاخر راح الاجابه للرقم 3 وهي اصلا مش الاجابه رقم 3. طب يعني احنا نقول للناس الاجابه كده يا سيل يعني؟ بوظ البرنامج ضميري بيأنبني 10 دقايق. مصداقيتي. انت النهارده انت النهارده طيبه وانا خايف من طيبتك النهارده. لا النهارده عشان لبسي نسيته يا جماعه، وعايزه اشكر يعني كل الانتاج في السي بي سي. رحنا جبنا اللبس من البيت وجينا كفايه عين بقى. يعني الحمد لله رب العالمين. ذكريات سالي عبد السلام. طيب احنا معانا علا على التليفون دلوقتي. مساء الفل علا. الو لولو يا علا. علا يا علا. علا مش معانا على التليفون؟ ايوه لا انا سامعه. ازيك يا علا؟ انا يا لولو عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ رمضان كريم عليك يا علا. الله اكرم. رمضان كريم عليكم. ثانك يو يا حبيبتي. الله اكرم. قولي لي بقى ايه الاجابه الصح يا لولو؟ رقم 3. برضه ايش معنى؟ يعني تقريبا يعني كده. لا قولي لي يعني انت اتفرجتي على حلقه النهارده كلها؟ مش قوي، مش كلها قوي. ليه هيز؟ عشان ايه؟ ما لحقتهاش، النور قطع شويه وكده. كده يعني. كده مش هنعرف نتكلم طالما رشدوا الاستهلاك يا علا. اول ما نلاقي الاحمال مرتفعه نقفل النور. مش كده بنعمل والله كده. طب علا تعالي نتكلم شويه في الاقتراحات التانية اللي ممكن تبقى اجابه السؤال. تعالي مثلا نفكر انه ولاد نواف هيحاولوا ياخدوا منه منجم الفحم. تخيلي مثلا حاجه حصلت زي كده لحد مثلا من اصحابك او قرايبك بعد الشر. طبعا بعد الشر بعد الشر بعد الشر مليون مره. هل ولاده هيسيبوا كده حاجه بالسهل لواحد غريب اصلا من بره العيله؟ عارفه بصراحه مش ما فكرتيش انه لا ولاده هيحاربوا لان ده برضو ورثهم وهم احق بس منه؟ ما هو طلعها، هو طلعها حاجه هو عملها باسمه ما حدش له فيه. خلي بالك هم ممكن يتخانقوا عليها بس هو طلع دي في حياته انه قال انا عايز دي باسم كذا. ايوه بس يعني لما هما كمان يفكروا انه هو كان سبب موت ابوهم اكيد مش هيدوها له بالسهل خالص خالص. مش مقتنع انا بالنقطه دي ابدا. انت عشان شرير بس. انا شرير ليه؟ انا شرير خلاص عليك. انا طيب انا بحاول افكر بعقلانيه ولا ايه يا علا؟ مش عارفه، انا شايفه ان هي رقم 3. انت متاكده ان هي رقم 3؟ يعني ان شاء الله يا رب. تمسكي باجابتك يا حبيبتي. ماشي. اوكي علا ليكي. باي باي حبيبتي. معانا محمد. محمد الو. الو معنا مين؟ معنا اميره. اميره ازيك؟ اميره الحمد لله. ايه اخبارك؟ عامله ايه؟ رمضان كريم عليكي. الله اكبر. ايه حاسه اني اجابه هتطلع صح؟ ها
يا أميرة مراميرو رقم 3. عايزانا نفكرك تاني بالاختيارات؟ طيب السؤال كمان مره بيقول ايه اللي هيحصل لحزل ام اميره قفلت قالت لك الاجابه رقم ده ما تطولش معايا بقى عشان دماغي وجعاني. الاجابه رقم 3. السؤال بيقول ايه اللي هيحصل لحزل ام بعد ما كان سبب في موت نواف؟ والاختيارات هم 3. اول اختيار بيقول انه ولاده طبعا هيحاولوا ان هم ياخدوا منه منجم الفحم. والاختيارات الباقيه ايه هي؟ ليه ما تقول 3 اختيارات؟ لا اتفضلي. ليه ما تقول 3 اختيارات؟ لا صدقيني لا هخليكي تقولي الاختيارات وهخليكي كمان تقولي ارقام التليفون. ايه ده بجد؟ يلا اوكي ثانك يو. هقول الاختيار الثاني هو انه هيتسجن لفتره ويطلع ويرجع تاني، والاختيار الثالث انه هيسافر تنزانيا عشان يستلم منجم الفحم. ممكن تكلمونا على ارقام التليفون لو من تليفون محمول على 2205، ممكن كمان تبعتوا لنا اس ام اس على 95181، ارقام كلها ظاهره على الشاشه. ممكن كمان تكلمونا لو من اي تليفون ارضي على 0900 99 55. ومعانا تليفون من ايمان، ويا رب ما يقطع تليفون. يا ايمان مساء الفل عليكي. امين النور يا باشا. ازيك عامله ايه الاخبار؟ انا احب الاصوات اللي تفرح دي. ايوه البوزيتيف انرجي دي، صح؟ ايه الحلاوه دي؟ ايمان انت بتقولي كلمتينا امبارح؟ ايوه كلمتكم امبارح. ازيك يا روحي؟ قلت لي اعجبك بصوتي قوي وفهمت ملوخيه بالارانب وحاجات. افتكرتك يا امي. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا قررت اكلمكم كل يوم. ايوه عشان تكسبي بقى بليز. طب ايمان عايل يرجع في كلامه؟ والله عايل يرجع في كلامه. هتكلمينا كل يوم؟ اه اوعي ترجعي في كلامك. مش هرجع لو الخط ما جمعش تبقى بعيد عني بقى. لا ماليش فيه الحجج الفارغه دي. لا هقعد على طول كل يوم هكلمكم، بس هبعت لكم الفاتوره في اخر الشهر. ايوه كده اوكي. انا هحاسب. طيب ايمان في 3 اختيارات. اول واحده انه ولاد نواف هيحاولوا ياخدوا من حزلقوم الميراث اللي هو منجم الفحم. تاني حاجه انه هيتحبس شويه بعد كده هيطلع. وتالت حاجه اللي هو هيروح تنزانيا عشان ياخد الميراث اللي هو منجم الفحم. انهي واحد من الاختيارات دي حاسه اللي هو الصح؟ انا بقول رقم 3 برضو. انتوا كلكم 3 انتوا مفيش اي متصل هيغير بجد. وانا بقول ان رقم 3 يعني من قبل ما اسمع اي حد والله. يعني بقيت الكبير قوي الموسم الرابع هيبقى في تنزانيا. اه هو ممكن طبعا هو كبير قوي، معودنا على الحاجات المفاجات الحاجات الغريبه. احمد مكي فظيع. احمد مكي هايل يعني. احمد مكي لا كرييتيف. طيب ايمان احنا مشكورك جدا ويا رب تكلمينا دايما حبيبتي. يا رب. طيب عامه متوقعه انه في شخصيات ممكن تطلع جديده في كبير قوي الموسم الرابع، ولا متوقع ان هم يكملوا نفس الشخصيات بس الاحداث هي اللي متغيره؟ لا ما احنا شفنا في البرومو في حد شبه زي معلم كده ولابس حاجات غريبه دي، لابس حاجات كده ولابس اسود وعامل شعره اسود كده، فحاسه ممكن ممكن يطلع شخصيات تانية. ميكي كرييتيف جدا، هو بيفكر بره الصندوق. وانا شايف كمان ده الموسم الرابع، فاعتقد ان هو لازم يطلع بقى بافكار جديده او شخصيات جديده علشان يشد المشاهدين. وعشان انت صح. عامل 4 اجزاء فلازم تبتدي تعمل حاجه جديده عشان تبدا تشد الناس. صح. انه وعين ميكي بيكتب من زمان، واول حاجه هو بداها مثلا الحاسه السابعه فاكر، او الحاسه السادسه حاجه. ايوه احمد الفيشاوي. ايوه بيفكر بالصيني. بيفكر بالصيني دي كانت حلوه قوي. وفي يعني في الجزء الاول كان هو كاتب حاجات في الكبير قوي، بس ما اعرفش هو لسه بيكتب في الجزء ده ولا لا. عامه احنا مكملين رمضان وهنشوف. ومعانا تليفون جديد دلوقتي من محمد. يا مساء الفل يا محمد. مساء الفل يا فندم. ايه الاخبار؟ عامل ايه يا فندم؟ قول يا باسم على طول. الحمد لله. الاجابه 3. محمد انت داخل على طول كده؟ طب ليه 3؟ ايه؟ عشان لما حزل ام راح للكبير كان جايب له العبايه من تنزانيا. لما راح ايه؟ لما راح للكبير كان جايب له العبايه من تنزانيا. في الفلاش باك. ممكن ايوه جداً. يعني هو لسه بيفتكر ده كله فلاش باك، هو كان جايب له العبايه من تنزانيا ساعتها. تصدق ابتديت تقنعني؟ عشان كده كل الناس مخليه المعلمه الثالثه الاختيار الثالث. مش عارف بس ممكن على فكره تطلع اشتغاله من احمد مكي. لا مش قوي كده. مش احنا لا. قلنا اللي هو معودنا على المفاجآت. لا بس مش قوي كده. لا ليه يعني؟ مين كان مقتنع مثلا في اخر الموسم اللي فات حسن الام يرجع وهو اللي ينقذهم ويلا؟ ما دي الفكره صح. بس لا مش قوي. تفتكر قوي كده؟ ممكن رمضان يعني منافسه يعني مفاجآت يعني خلي كل الناس تتفرج على مسلسل باي طريقه. ممكن 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 ممكن. بس انا بفكر زي الناس. انا مع اجابه رقم 3. انت برضو مع الاجابه رقم 3؟ انت مع الناس يعني؟ انت على طول مع الناس. طب انا بقى بقول اعتقد ان هي تبقى الاجابه رقم 1 اللي هو ولاده هيرجعوا ويحاولوا ياخدوا منجم الفحم منه. لا
برضو. طيب لا. تعالي نفكر شوية بس دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل مساء الخير يا رمضان على CBC 2 معاكم باسم كميل وسالي عبد السلام.